تاخذ لها خمس اربع دقائق الى خمس. خمس دقائق اجل يلا عطناها بدون مقدمات على طول. هذه القصيده منقوله وليس من قولي. نعم. من شاعرها؟ والله الحقيقه اسمه مو عندي، لكن نسال الله ان لا يحرم الاجر. تفضل تفضل. اقول مني سلام الله ورضوانه على المؤمنين، يا طاهره يا العالمه يا صادقه بما نهى، يصغر نساء من ارسله رب السماء للمسلمين، محمد صلوا عليه اللي حوات احضانها. طهرك ربي من كلام الملحدين المشركين، يا بنت ابي بكر الذي ما ينجهل عنوانها، يا كمرويل المصطفى عنك حديث وتصدقين، صدوق يعلم وفقه النساء بزمانها، ورويت يا الشعر ورويت في النسب سيين ثمين، يا عفة حماك ربي من نجس وعوانها، يلي تسابقتي مع رسول الأمة مرتين، تزهى بك الأرض التي تمشين في رضانها، وتخسون يا المجوس يا عدوان رب العالمين، ولو تسبون العفيفة ما ينزل شانها، يا أرذل الخلق تهجون الطاهرة هي السافلين، اللي مطهرها الله بكتابه ومنكم صانها، يا الهاملين الرافضين، يا من غديتوا بالحسين، يا من غدرتوا بالحسين، يلي تحسبون الصحابة يلي تسبون الصحابة كرم الله أبدانها، يا محرفين كتاب ربي يا العدات الخاينين، خنتوا عهود الله وربي حسبهم من حسب من هو خانها، حنا اليوم السلبطان ومستعرض الطاهرين، ناقف مواقيف الشرف ونهين من هو هانها، حنا العباد الصالحين المخلصين المتقين، التابعين لسنة محمد عمد عما عدوانها، وحنا حماة الدين والسيرة كعامل عائلين، سيرة نبي الله محمد ثابت برهانها، حنا على سنة نبي الله نعيد مرتين، ونحفظ حقوق إيماننا وإسلامنا وأركانها، ولا أنتم الطاغين وأنتم الخاينين الرافضين، الله يكرمنا من المجوس ويا أخوانها، يا رب قدرتك القديرة وأنت خير القادرين، إنك تذل المشركين ومحتوة أذهانها، يا عائشة زوجة رسول الله يوم المؤمنين، حماك ربي من كلام الرافضة وأعوانها، وختامها مني صلاة الله على أصف المرسلين اللي لها السبع الرفيعة فتحت ببيانها، وسلامتكم. أبيض وجه وصح لسانك، صح لسان قايلها، وبارك الله فيك. إخواني الكرام، حنا كان عندنا وقف الجمعية الخيرية.